تعاني من وسواس قهري، فقد يصدر عنها كلام لا يليق أو كذا بدافع هذا الوسواس وتحت ضغطه وتأثيره، فتسأل هل هذا يؤثر أو لا يؤثر. أقول لا فرق في حالك بين أن تجهري به حتى تسمع الدنيا كلها وبين أن تتكلمي به في نفسك. لا يؤاخذك الله تعالى بهذا الكلام الخارج عن إرادتك ولا عن قدرتك، هذا من رحمة رب العالمين، إنه جل وعلا لا يؤاخذ الناس بما تكلمت به ألسنتها إذا لم تعقد عليها قلوبها. يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالشأن كل شأن على القلب، فإما خرج من القلب صادقا فإنه يؤخذ به الإنسان، لكن ما كان مغلوبا مدفوعا كحال من به وسواس قهري أو حال الغائب أو الخائف أو الفرع، إذا صدر منه كلام لا يريده فإنه لا يؤخذ به. شاهد هذا من السنة، حديث في صحيح في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أضل ناقته، وفي قصة فرح الله تعالى تقريب النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله تعالى بفرح العبد وتنظيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم أضل راحلته في صحراء فطلبها حتى عياه الطلب فاضطجع وضع رأسه تحت شجرة، فلما أفاق إذا بناقته فوق رأسه، فقال من شدة الفرح من الدهشة اللهم انتبه، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أخطأ من شدة الفرح. هذا الخطأ لم يكن مؤاخذا به، لماذا؟ أو هذا القول لم يكن مؤاخذا به لأنه صدر عن خطأ، ومثله ما إذا صدر عن جهل، ومثله ما إذا صدر عن إكراه. الشأن كل الشأن في أن يكون هذا القول غير مقصود بالقلب. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يشفي أختنا أم سلطان مما أصابها من وسواس. آمين آمين.